ترأس سيادة المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا يرافقه الأب بولس خوري القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة القديس جوارجوس للروم الأرثوذكس بمحافظة الزرقاء بمناسبة أحد حاملات الطيب الذي تستذكره الكنيسة في 22 من شهر نيسان من كل عام بمعاونة الرئيس الروحي للرعية الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش بمشاركة الأب فرح حداد وأخوية حاملات الطيب التابعة للكنيسة وجمع من المؤمنين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلم لتقدسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا هاهنا غير منظور، وأهن لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. القدس للكدس قدس واحد. وفي عظة القداس شدد سيادته في كلمة ألقاها عنه الأب بولس خوري على شهادة القيامة التي قال فيها: إننا ما زلنا بعد 2000 عام مطالبين بعيش تلك الشهادة التي عاشها الأولون. ونحن اليوم أحبتي وبعد أكثر من 2000 عام ما زلنا نشهد لتلك الحقيقة، لتلك القيامة، لتلك الحادثة الأهم في حياة الإنسان المسيحي، حيث لولا أن المسيح لم يقم لكانت الكرازة كلها باطلة. وهذا يمنحنا مدلولا مهما حول حياتنا وعن كيفية عيشها بالقيامة. فنحن ناس قياميون، واجب علينا في هذا اليوم أن نتخذ رتبة حاملات الطيب لنكون شهودا لقيامة المسيح، لنذيع الخبر السار. نعم، تقولون للقيامة قد ذيعت والكل يعلمها، وأقول لكم أين هن من حياتنا، من جهاداتنا، من أخلاقنا؟ أين هي من عملنا ودراستنا وسلوكنا؟ وأين هي في كل ما يدور حولنا؟ فإن عشنا فللمسيح نعيش، وإن متنا فللمسيح أيضا نموت، فالحياة نحن وللمسيح. وفي الختام تبادل الحاضرون مع سيادته التهاني والتقاط الصور التذكارية. المسيح قام بالأموات وداس الموت الموت وهب الحياة للذين في القبور.